هلا ننتقل إلى الـ Angular Acceleration. والـ Angular Acceleration طبعا عرفه من الـ Angular Velocity، ونحن نعطيه رمز يساوي ألفا، والـ Average هو تغير في السرعة الزاوية، تغير في الزمن، دلتا أوميجا دلتا تي. وكمان إذا من دلتا تي تقول لزيرو، إحنا عارفين نسمي Instantaneous Angular Acceleration وألفا دي أوميجا باي الآن هون الآن تي. هذا طبعا نفس الشيء عرفنا في الـ Translation Motion الـ Acceleration والـ Instantaneous Average Acceleration و Instantaneous Acceleration. وحدات الألفا والـ Angular Acceleration هو Radiant Per Second الآن هون سكوير. الآن نلاحظ الآن هون الـ Angular Acceleration will be positive، راح يكون موجب، if an object rotating counterclockwise is speeding up. إذا الـ Angular Acceleration إذا كان جسم راح يكون موجب متى؟ إذا كان جسم بيتحرك عكس عقارب الساعة وسرعته بتزداد. والـ Angular Acceleration will be positive كمان if an object rotating clockwise is slowing down. لا، إذا الجسم كمان متى بكون Angular Acceleration positive؟ إذا كان جسم بيتحرك مع عقارب الساعة لكن إيش؟ بي slowing down ببطء، بيكون في حالة الآن هنا سرعته بتقل الآن هنا. إذن متى؟ إذن مهم جدا متى الـ Angular Acceleration positive؟ إذا حالتين، إما إذا الجسم يتحرك معك عقارب الساعة وزاد سرعته Angular Position، وتكون عندي الـ بتزداد، بكون Angular Acceleration positive. لكن لو كان بيتحرك عكس عقارب الساعة الآن هنا والسرعة الزاوية بتقل، راح يكون الـ Angular Acceleration إيش الآن هنا؟ نيجاتيف، إذا كمان كان في حالة بطء. لكن لو كان جسم يتحرك مع عقارب الساعة الآن هنا الـ Angular Position راح يكون بوزيتيف إذا كان السرعة الزاوية الآن هون الـ slowing down، السرعة الآن هون بتقل الآن هون. لكن لو كان يتحرك مع عقارب الساعة والسرعة الزاوية تزداد، راح يكون الـ Angular Acceleration الآن هون الآن is negative الآن هون. الآن نيجي ملاحظات عامة على الـ Angular Motion General Notes. When a rigid object rotates about a fixed axis in a given time interval, every portion of the object rotates through the same angle in a given time interval and has the same angular speed and the same angular position. هاي أهم نقطة مهمة جدا الآن هون للـ Rotational Motion. الآن في عرفنا بدل ما تعمل مع الـ position x والـ velocity v والـ a اللي هو الـ acceleration، عرفنا ثيتا وأوميجا وألفا. وضو ثيتا وألفا وأوميجا الآن هم الآن هون وبيحددوا لي خصائص حركة كاملة للجسم، وكمان ممكن يحددوا لي كمان أجزاء من هذا الجسم الآن هون الصلب الآن هون. إذا لما نحكي عن إن الجسم يدور حول فيكس أكسس خلال فترة زمنية، كل جزء من أجزاء هذا الجسم راح يدور في نفس الزاوية خلال فترة زمنية، وإلهم أي كل أجزاء لهم نفس الأنجولار سبيد ونفس الأنجولار أكسيليشن. إذا هذا الجسم كأنه الريجيد بودي راح أتعامل معه له موقع واحد كله أو أجزائه كله له موقع واحد اللي هو ثيتا، له سرعة واحدة أوميجا، وله تسارع واحد يساوي ألفا. وثيتا وألفا أوميجا بحددوا لي لأن موشن لكل جسم أو أجزاء من هذا لأن هون الآن الجسم. لما نيجي الآن هون إلى الدايركشن الآن هنا الآن ما هو نحكي عن ضعف الـ velocity اللي هي فيكتور، وإذا فيكتور إلها direction ما هو اتجاه الـ angular velocity إلى هون أوميجا. لأن speed والـ angular acceleration الأوميجا ألفا are the magnitude of the velocity and acceleration vectors. أوميجا ألفا هم نلاحظ ما أعطيناهم اتجاه، وبعض magnitude للـ velocity والـ acceleration. الآن هون كيف أحدد اتجاه أوميجا؟ بستخدم مين؟ قاعدة اليد اليمنى. الآن هنا قاعدة اليد اليمنى بستخدمها لإيجاد ما هو اتجاه
تحديد اتجاه مين اوميجا. زي ما بين في اماكن فيها يوصل الان هون في ديسك الان هون بدور، هذا بدور الان هون بهذا الاتجاه الان هون. اتحدد اتجاه اوميجا بستخدم قاعه اليد اليمنى، اصابعي اتجاه اصابعي الان هون زي ما صار باتجاه اتجاه حركه الدوران، والصبع الابهام مثل اتجاه الان هون الان اوميجا. لو كان الجسم دار العكس الان هون بهذا الشكل، اذا بكون عندي دار بهذا الشكل، هذا اصبع الابهام يمثل عندي اتجاه الان هون اوميجا. اذا في عندي هنا اتجاهين لاوميجا اللي هو ممكن نتخيل هل بدور مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه الان هون الان. اذا بس بتلاحظ مهم جدا انه ما اتجاه اوميجا، اتجاه اوميجا لاحظ هو عمودي على امتداد مين، هذا هو الاكسس روتيشن اكسس الان هنا، او اكسس اوف روتيشن او روتيشن اكسس او اكسس اوف روتيشن محور الدوران. فاوميجا وين واقع؟ على امتداد محور الدوران، على امتداده هاي الحاله وهي الحاله نفس الشيء على امتداد محور الدوران. والمحور الدوران لاحظ عمودي على مين؟ على البلين او على الديسك اللي وين البلين بدور في هذا الان هون الان الديسك. الديسك بدور في بلين اللي طبعا هو 2 دايمنشنز، والعمودي على البلين هو بيمثل لي محور الدوران وهو اتجاه الان هون اوميجا. اذا السؤال اللي بيطرح نفسه الان هون، انا كيف اثبت انه هذا اتجاه اوميجا؟ العمودي على البلين، لاحظ الجسم بدور بهذا الشكل، مش واقع على البشر، لاحظ حركة ايدي، لا هذا ليس اتجاه اوميجا لكن عمودي على هذا هاي الحركة اللي حركة الجسم. الان هون نفس الشيء، لاحظ الجسم يدور بهذا الشكل، لان هذا ليس حركة ايه الان هون الماوس بهذا الشكل لا تمثل اتجاه اوميجا، لكن هي العمودية على هذا البلين او على الديسك او هذا الجسم بيدور في روتيشن موشن، هذا اتجاه الان هون اوميجا. سؤال كيف اثبتها الان هون؟ طبعا في اكثر من طريقه، ممكن طريقه ممكن اثباتها رياضيا الان هون، وفي الان هون ممكن طريقه ثانيه، بس حاولوا تفكروا فيها كيف ليش اوميجا اتجاه بهذا الان هون الشكل. اذا هون هذا اختلاف ثاني الان هون عن الاتجاه الفيلوسيتي الان هون، بيختلف عن الترانسليشنال الان هون موشن، لان هنا في الروتيشن موشن دائما اتجاه الانجولار فيلوسيتي هو عمودي على مين؟ على البلين اللي بدور الجسم حوله، او دائما بلغه ابسط عمودي على روتيشن على روتيشنال اكسس الان هنا، او الاكسس اوف روتيشن على محور الدوران بيتجه على امتداده الان هنا، ومحور الدوران دائما عمودي عمين على الجسم الان هنا. هاي نقطة مهمة جدا الان هون، وكيف احددها؟ باستخدام قاعدة اليد اليمنى الان هنا الان. طبعا الان هون حتى نحل هاي المسائل نشوف بعض الهنس وبعض النقاط اللي نسخد بعين السباب لحل بعض المسائل الان هون. الآن نفس التكنيكس أو الطرق اللي يستخدم في حالة linear motion، لما نحكي الآن هنا with constant angular acceleration the techniques will be much like those with constant linear acceleration. أنت تعرفتوا في زمني واحد الكينيماتيك equation والكينيماتيك equation تستخدم إذا كان في عندي acceleration is constant، هو نفس الشيء إذا كان في عندي constant angular acceleration بقدر أستخدم نفس التكنيكس اللي استخدمته في حالة constant linear acceleration. لكن بعض الاختلافات لازم اخذها بعين الاعتبار. في حاله روتيشن موشن بعرف في عندي روتيشن اكسس، روتيشن اكسس مهم جدا اعرفه، ليش؟ لان بحدد لي اتجاه مين الانجولار لان هون فيلوسيتي اوميجا. لان لكن وجد انه هذا تحديده روتيشن اكسس the choice is arbitrary، ممكن انا اخذ هذا روتيشن اكسس، ممكن شخص ياخذ روتيشن اكسس آخر، يمكن بمر من هون أو على حفة هون موجود أو أي نقطة لأن هون آخر، بس ممكن
الان مش شرط دائما هو في المركز، الان هون مو في مركز هذا الديسك، ممكن يكون اي نقطه ثانيه الان هون، لكن دائما هو عمودي على الديسك، بس ممكن مش شرط يكون هو في المركز، بس واخذي في المركز دائما بسهل على اليمين الان هون الماتريكس. اذا التشويس از ارفيتري اختياري. Once you make the choice, it must be maintained. وزي ما إذا بدك مجرد أن اخترت هذا ما هو rotation axis، أنا لازم ألتزم فيه، ما بصير كل ما أغير لحل الآن هون هاي المسألة rotation. And some problems, the physical situation may suggest a natural axis. في بعض المسائل الآن هون كيف أحدده؟ ممكن نحدده بشكل طبيعي، لانه هو لحاله بحب حاله مع الاخر، لانه هذا ما هو روتيشن اكسس، كيف وين بكون الان هون، وين بكون اي نقطه على هذا الجسم. لا طبعا the object keeps returning to its original orientation so you can find the number of revolutions made by the body. المقصود في هاي الملاحظه الان هون انه الجسم دائما بيرجع لمين؟ لنفس النقطه اللي بدا منها الان هون، وبالتالي دائما نقدر ما يعد الدورات اللي بدورها هذا الان هون الان الجسم. الان ننتقل الى مسمى الروتيشنال كاينماتكس. الكاينماتكس درسناه في الترانسليشن كاينماتكس الان هون، الان هون اللي هو لما تجد علاقه بين الموقع والسرعه والزمن وتساوي هاي المعادلات الاربعه الان هون. ونفس الشيء الان هون بقدر اعرف ما روتيشن كاينماتكس اذا متى روتيشن كاينماتكس تعرف اذا كان في كونستنت انجلر اكسلريشن. مقصود طبعا كونستنت انه الافرج اكسلريشن نفس الانستنتينيوس اكسلريشن، هذا المقصود. اذا متى بكون المقصود كونستنت انجلر اكسلريشن، انستنتينيوس هو نفسه مين الافرج. الآن بهاي الحالة ممكن نصف حركة هذا الجسم using mean mass مستخدم kinematic الآن هون الآن equation، وهي kinematic equation بيشبه تماما ال kinematic equation من linear motion لكن الموزن تختلف. و rotation equations have the same mathematical form as a linear، نفس الشكل الرياضي الآن هنا، لكن النموذج الجديد هو لمين؟ ل rigid object. rigid object نحكي عن point mass بتحرك في constant linear acceleration، هنا rigid object under constant angular acceleration، وبنشبه تماما نفس الشيء الموشن لبارتيكل under constant الان هون linear acceleration. هنا mechanical acceleration راح نرجع نشوفه في الفيديو البعديه، بس هو ملاحظه جدا الان هون حتى يكون معنى للاوميجا لها معنى، الدايركشن كل له معنى، لازم يكون في عندي ثلاث أبعد. إذا ما كان في عندي ثلاثة أبعاد ما في له معنى لمين؟ لاتجاه السرعة الزاوية. ليش؟ لأنه الجسم هو بدور والدوران هو في 2 plane 2 dimension، فبالتالي هذا الحركة في 2 dimensions أو rotation 2 dimensions لأنه في plane. وإذا بدي أعطي اتجاه الأوميجا لازم يكون في عندي 3 dimensions. إذا ما عرفت 3 dimensions المسألة بهي الحالة ما بقدر أحدد وين اتجاه الآن هون الآن أوميجا الآن هون. في الفيديو اللي بعده راح نشوف الآن ما هي rotational kinetic الآن هون الآن